عليكم البنات، كيفاش بساليكم؟ مزيان بخير الحمد لله. اليوم عرفت نهزكم بلي كلاصي ان شاء الله كما وعدتكم في لي كلاص الاول. دابا ندير معكم لي كلاصاتي ان شاء الله، وشي حاجه زوينه وما كايناش، يعني غير جربوها طبقوا ان شاء الله وغادي تنجح لكم. لي كلاص اللي غادي ندير معكم كما كتشوفوا معايا، ديال عصير البرتقالي ان شاء الله، كيجي لذيذ وكيجي زوين، غير جربوه ان شاء الله. نحتاجو هنايا جوج كيسان، هانتوما شفتهم معايا، سمحوا لي تندير هاد المرحلة هادي باش مكيبانش وجهي. غنزيد نقلب من بعد هكا ونهضر حسن. عندنا هنا الغبرة، كذلك شونتي، شوفوا البنات كي دايرة، ديالت البرتقال، راهم متوفرين دابا في المتاجر الكبرى، شوفوا كي دايرة اللون ديالها، راه برتقال، راه عاطية اللون البرتقال باش نكونوا واضحين، باش متقولوش راه ما كنقولكمش الأسرار. عندنا هنا ياغورت، عندنا نيسلي كذلك معلقه ونص. غير ملاحظه البنات هنا خصني نهضر، اللي ما كيتوفرش على هذه واللي ما لقاهاش يعوضها بغبره شونتي ويزيد معاها نكهه البرتقال. هي ما غاديش تجي في لوغو ديالت هاد لاكلاص الاصلي، ولاني يعوضها بهكا وغادي تجي ان شاء الله. المهم انا غادي تشوفوا معايا الفلوكات، غادي نطرب كلشي ان شاء الله وتشوفوه معايا كي كيجي. خليكم معايا. البنات هانتوما كتشوفوا، ها هو تبارك الله وجد كيعطي هذا اللون هذا، شوفوا معايا هانتوما ديال التشين كتجي واعره هاد العصا ديال البرتقال. وما نقول لكمش على لوغو، كتاكلوا لي كلاص صحيين داخلين فيهم فواكه، داخل فيهم كلشي، غير هنا في هاد الله يخليكم في هاد لي كلاص هذا ما تهضروليش على السكر، السكر ما تهضروش، راكم شفتوني ما درتش في لاغوسيط ديالها السكر، لان العصير واخا حامض راه بدا يحلى. عندنا ديك معلقه ونص ديال الحليب المركز راها كافيه في الحلاوه، صافي. عندنا ديك الشونتي اللي دايرين ديال نكهه البرتقال حتى هي راه فيها سنيده، غير قراو وانتم غادي تشوفوا كلشي. يعني السكر ما تزيدوهليش هنايا باش كيجينا لي كلاص صحي وكناكلو شي حاجه صحيه. انا غادي نديرو في الطاسه ديالو كذلك، كتعطينا هذه الكميه لا باس بها. المهم ودائما البنات حتى تجربوا عدوا بنو الكميه، صافي. غادي نخليه هكا، ما غنزيد عليه حتى شي حاجه، ما غندير عليه حتى شي حاجه. كونجيلاتور غادي يبقى كذلك جوج ديال الساعات وتشوفوه معايا في صحن التقديم ان شاء الله. البنات يا البنات، ها هو عاود هذا من دازت عليه جوج ساعات ديالت، عرفتوا هذا لي كلاص ديالت عصير البرتقال. انتبهوا معايا في الفيديو وضروري البنات تبعوا لي الخطوات باش ينجح لكم ان شاء الله. انتم غادي تشوفوا القوام ديالو معايا، حتى هو تيجي غزال، تيجي لذيذ، تيجي راقي جدا، وبالنسبه للوليدات هكا حتى هو تيعجبهم. انتم شوفوا هالقوام ديالو البنات، شتيوه؟ واعر واعر والله. انا غادي نقدمه ان شاء الله وتشوفوه معايا البنات تتمه ان شاء الله. ها انا كي قلت لكم دريسيتو عاوتاني على هذا الشكل هذا سامبل، يعني لي كلاص بلا ما نحتاج نتفنوا فيهم لانهم تيتنكلو تيتنكلو يعني عادي، صافي. درت عاوتاني على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، حتى هو كتقدري تقدمي فيه لي كلاص. ثقوا بيا هاد لي كلاص ديال البرتقال البنات كما قلت لكم، تبعوا الخطوات ان شاء الله وغادي ينجح لكم 100% ان شاء الله. كيجي لذيذ وكيجي غزال، كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتفرحونا في الكومونتير وتقولوا لنا صدق ليكم. ها هو
إلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله ومع وصفة أخرى.